مساء الخير. البوصلة أول حلقات الأسبوع. طبعا كل سنة ومصر كلها بخير وطيبة بمناسبة ثورة يوليو المجيدة، ثورة 1952 اللي كانت يوم الخميس الماضي. أول يعني أيام أو سنوات الحكم الوطني الحقيقي في مصر. إحنا بقى كنا في حاجة غريبة كده. يوم الأربعاء جالي مئات آلاف، يعني سموها زي ما تسموها، الرسائل. فطبعا أنا لسه ما كملتش، عايز أقول فيها لسه جزء، وبعدين غالبا كل حلقات الأسبوع ده هنتناقش مناقشة عاقلة وهادئة حول منهج ابن حجر في شرح البخاري، ثم حول البخاري نفسه. هتقول لي يا إسلام أنت 7 سنين من كل الزوايا اتكلمت على البخاري. أكيد. بس أنا هتكلم عليه النهاردة أو الأسبوع ده وهو الإمام الفاضل البخاري، يعني بنظرة أخرى، بزاوية أخرى في الواقعة دي. وممكن بعد الأسبوع ده نبقى نشوف المنهج بعمومه يعني. بس الواقعة دي أنا متوقف عندها ليه؟ لأن دي مفيش ولا سابق ليها ولا زي ولا بعد. أي حاجة في كل اللي أنا قلته واللي لسه ما قلتوش ممكن يلاقوا مهرب. يعني انت لما تقول له اي حاجه، الرسول ازاي اتسحر يا سيدي، يعني بدي مثل قريب للاذان، ممكن يطلع لك فيها فايده. انما واقعه زي دي غير مفهوم وجودها او اخراجها او قولها على الرسول في كتاب البخاري من شخص او علم الامام البخاري. والاشد بأسا هو التبرير اللي برره ابن حجر العسقلاني شارح البخاري لما ما لقاش حل. ماذا تدل هذه الرواية وما هي الصورة التي ترسمها؟ طبعا اللي متابع فاهم، اللي مش متابع مش هقدر ألخصه. الخلاصة اللي خرجنا بيها بقى بعد الكارثة دي يوم الأربعاء، لما أنا ختمت بالتبرير الأخير اللي قلت لكم دايما ده الكارثي، الذي اللي هو بعد 12 تبرير اللي مفيش قبله ولا بعده. الخلاصة يعني الرواية دي، بعيد بقى عن الأبواب اللي أخرجها فيها البخاري، وده هنتكلم فيه الأسبوع ده لما قلت لكم هعلق على منهج الإمام البخاري كله، تعليقات علمية هادئة. بالمناسبة اللي متابع المجموعة دي، مجموعة الحلقات اللي بقى لها شهر ونص شهرين دي، كنا ابتديناها بقصة وكيع لو اللي فاكر يعني. وقلت لكم إن وكيع كان قال رواية على الرسول وهو متوفى، يعني العمل الذي يرتكب الرسول أو يرتكب في حقه انتهى. لمجرد كانت الناس زي ما بقول لكم في القرن الثاني، وده هنناقشه في مسألة بعمق في مسألة منهج ابن حجر اللي هحكي لكم عليه، واللي متابعني هو فاهم مين ابن حجر، مش محتاج ده حد مشهور يعني. إنما اللي مش متابع ابن حجر هو أهم وأكبر وأشهر شارحي كتاب البخاري، جه بعديه بست قرون، هو مش معاصر ليه ولا حتى لاحق، هو متأخر. والكتاب بتاعه الشهير اسمه فتح الباري بشرح صحيح البخاري، ابن حجر العسقلاني، بس تبقوا فاهمين يعني اللي ما يعرفوش. انا كنت قلت لكم بقى قصه وكيع، فافتكروا بس حاجه، انا قلت لكم ان الناس كانت متقدة الاحاسيس، بس لما اتقال من وكيع لاهل مكه ان الرسول لما توفي انتفخ بطنه واصابعه، طبعا استغفر الله العظيم، انتنت، يعني حصل فيها عفن، قاموا ضربوه وكانوا هيعدموه، وهارون رشيد هو اللي شاف له صرفة وراح المدينة كمان، كانوا هيضربوه ويعدموه وحاولوا يطردوه، طرد من المدينة ومن مكة وما دخلهمش سنوات طويلة جدا بل عقود. كل ده عشان رواية لما كانت الأحاسيس موجودة من غير ما يقولوا له عن ولا عن ولا مين اللي قال. كل ده عشان رواية والرسول متوفى، يعني مش حي مثلا ارتكب فعلا او ارتكب بحقه فعلا. تخيلوا بالذات الرواية دي لو رجعنا بيها قبل ما النفوس تموت ويتقبلوا اي حاجة طالما فيها عنعنات، ونقول لهم رواية زي دي لأهل مكة، يدخل عليهم اللي يدخل عليهم بقى، مش مشكلة مين اللي يحكي لهم الحكاية عشان ما نعملش مشاكل، فيقوموا يضربوه فورا. انا لا اقر الضرب كفعل، كرد فعل لأي شيء، لكني أقر الفكرة لاعتراض
أن يجأر الإنسان يقول ده مستحيل أن يقبل على رسول الله. الإنسان اللي عمل كده ده أو قصة وكيع دي، أهل مكة لا كانوا علماء حديث ولا كانوا علماء مصطلح ولا كانوا علماء فقه، هم بس أناس أسوياء الفطرة، مسلمون أسوياء الفطرة. قال لهم الرسول صوابعه عفنت أم ضربوه، أو سموه يا سيدي أم اعترضوا، ولم يقبلوا الحديث. تخيلوا لو رجعنا في بالرواية بتاعت البخاري اللي هي بعد الحدث بتاع وكيع ده ب200 سنة أو ب130-140 سنة، تمام؟ وقلنا لهم واحد بقى ما نعرفش مين دخل عليهم مكة قال لهم، قالوا له ما معك من الحديث؟ قال لهم أنا معايا 1-2-3-4. وهو بيروي كده قال لهم ده الرسول استدعى واحدة قالوا له عليها جميلة، فقالت له أنا يعني مش عايزاك، فدخل عليها ودنا منها وقال لها هبي لنفسك نفسك، فقالت له أنا ملكة وأنت سوقة، أو هل تهب الملكة نفسها للسوقة وأعوذ بالله منك، ويلا. وقال لها طيب خلاص خلاص الحقي بأهلك، وقصة شبه كده. كانوا عملوا إيه في الراوي ده؟ أي نفس سوية هتقول الحقيقة. نرجع بقى للمنهج، مش منهج البخاري، البخاري هخليها يعني في خلال الأسبوع ده، منهج اللي وقفنا عنه. تعالوا نقرأ الرواية تاني، بس أنا هعمل التبرير يعني، بس أنا هعمل حاجة أحسن شوية، لأن برضو ده كلام في ناس بعتت لي رسائل إن هو يعني معقول يتقال كده، فأنا هحط لكم على الشاشة صورة طبق الأصل من الكتاب، الكتاب الورقي، خلاص؟ الصورة هتشوفوها دلوقتي على الشاشة. تعالوا نقرأ الرواية اللي ابن حجر بيبرر فيها أنه كيف لرسول الله، وأستغفر الله وحاشاه، أن يدنو من امرأة ويختلي بها ويلمسها أهوى بيده عليها ويطلب منها الوهبة وهي تبدي له الرفض، وأنها يعني أنها ملكة وهو سوقة، وأنها أعوذ بالله منه، ولم يحدث زواج، وليست حتى بخطبة، لأن الخطبة هي رفضتها. في الرواية الثانية اللي متابع الأسبوعين ثلاثة اللي فاتوا قال جاء ليخطبك فهي رفضت. يعني كل الشروط اللي تحل وجود رجل مع امرأة في مكان مختلين ببعض ويبدأ في ملامستها وكأنها بداية العلاقة الزوجية موجودة، وكل شروط الواقعة مش جواز ولا خطبة كمان. فلما ابن حجر اللي متابع برضو الأسبوع اللي فات بالذات برر، أنا قلت ده الثلاثة والأربعة اللي فاتوا، كل المعايب اللي في الخمس روايات، المعايب التي لا تعد، وانا عديتها خلاص، فخلى وصل لمرحله ان هو قال 11 او 12 تبرير، وانا بعد ما استعرضتهم لكم قلت برضو ماشي، مع انه مش ماشي، انما هسكت يعني خلاص. قلت لكم بقى في واحد اخراني ده اللي ملوش حل، لان هو فرق قال ده اصل هما اتنين ستات مختلفين. اخر تبرير ليه قال ايه؟ قال دي واقعه ودي واقعه، لأن هو عايز يبرئ أستاذه البخاري أنه أخطأ في تبويب الباب، لأن اللي فاهم والمتابع برضه معلش بقول الكلمة دي كتير، فاهم أن البخاري أخرجها مرة في باب الطلاق ومرة في باب الأشربة. باب الطلاق بيتكلم عن طلاق لوقعة زواج لم تحدث، فهم احتاروا انعجقوا باللبناني فاتوا في بعض نعمل إيه، والبخاري بيقول إن ده جواز ومفيش في الواقع جواز، فابتدوا يقولوا أي تبريرات. أن اخر حاجه وصلها ابن حجر انه دي ست ودي امراه ودي امراه، واستغفر الله العظيم الاثنين قالوا له اعوذ بالله منك واني ملك وانت سوقه. الظاهر يعني ده كان ايه مش فاهم، متداول مثلا يتقال لرسول الله كده يعني عادي. المهم يطلع ان شاء الله 100 واقعه حصلت للرسول كده، بس المهم البخاري لا يخطئ. وبعدين راح واقع في مطب اكبر نصا، دي مطبات علميه يعني، انه قال طب والله، وانا مشيت معاه في الكلام ده يوم الاربعاء، قال طب والله دي زوجه ودي خطيبه. طيب يا إمام ابن حجر الاثنين اختلى بيهم والاثنين حاول يلمسهم، طبعا استغفر الله وحاشا لله هذا لم يحدث من الرسول، ده كلام البخاري خلاص. فابن حجر لقى نفسه راح في مشكلة أكبر، فبدأ يوصل بقى للأعلى سقف شفته في تاريخ التراث كله ودراستي ليه، للفساد في التبرير. ده اسمه عمل غير حسن، ده لو أحسننا الظن بالوصف اللي أنا بقوله ده عشان ما يعملش مشاكل، هذا تبرير فاسد. تعالوا نسمع بقى التبرير. هو حاول الخطيبة غير الزوجة، هنعمل نفسنا عمي ونصدق، طبعا عمل بصيرة يعني، لا أقصد عمل بصر يعني ما عندناش بصيرة،
طيب الخطيبة دي اللي هي رفضته وقالت له أعوذ بالله منك، برضو اختلى بها ودنا منها وقال لا هبي لي نفسك لي. إزاي؟ إزاي بدأ في ملامستها وهي لا وافقت على الخطبة ولا هي مراته؟ فوصل ابن حجر لمرحلة من التبرير التي تطعن الإسلام كله وتهدره وتتلاعب بكل آيات القرآن وبكل الأخلاق التي نعرف. واللي سمع يوم الأربعاء في آخر جزء سمع، تعال نعيده وهنحطه على الشاشة. التبرير كالتالي، قال لي بقى، قال واعترض بعضهم، بعضهم ده من أيامه أو قبله يعني، ها زي حالاتي كده أنا بعضهم، بس أنا مش هعترض يعني، أنا في أوصاف تانية بس هنخليها واعترض، خلاص. واعترض بعضهم، هتشوفوها على الشاشة، بأنه لم يتزوجها. إزاي اختلى بيها وبدأ يلمسها؟ إذ لم يجري ذكر صورة العقد، مفيش أي جواز في القصة ده، وهي ماشية أنتوا فاكرين قالوا لها إنه أتعلمين من هذا؟ قالت لا، قالوا رسول الله وجاء ليخطبك. ده بعد ما رفضت وحصلت بقى الخلوة وحصل هبي نفسك ليه ودنا منها والكلام ده، أعوذ بالله يعني. هو بقى بيحلها إزاي؟ بيقول وامتنعت أن تهب له، أن تهب له نفسها، فكيف يطلقها؟ يعني قصده إذا كان لم يتزوجها وكيف يختلي بها؟ بص بقى الجواب على الشاشة تشوفوه، عشان تشوفوا الكلام معايا إنه كتبه ابن حجر فعلا. يقول والجواب أنه صلى الله عليه وسلم كان له أن يزوج من نفسه بغير إذن المرأة وبغير إذن وليها. يعني يا جماعة ده كلام، يعني يتجوز كده من نفسه، المرأة وافقت ما وافقتش، أبوها وافق ما وافقش، هي بقت مراته خلاص. فكان مجرد إرساله إليها وإحضارها ورغبته فيها، الرسول يقول له يا اسمكية أبو سيد هاتها، وده اللي حصل المفروض، مجرد الإرسال وأنه يدخل عليها يقول لها هبي نفسك لي أنا عايزك، فكان ذلك كافيا، اللي هو إيه إرساله إليها وإحضارها ورغبته فيها كافيا في ذلك. ويكون قوله كمان، بصوا بقى، يعني لما قال لها هبي نفسك لي، ما هو لو هو زي ما بيقول مجرد الرغبة هي جواز، طب ليه قال لها هبي نفسك لي؟ بص بيقول لي بقى، شوفوا ها، ويكون قوله هبي لي نفسك تطييبا لخاطرها واستمالة لقلبها فقط. هطلع فاصل دقايق وارجع لكم.